فحط فرصة بقى، عايزين نتعرف من حضرتك انت مجهز لنا ايه من مانشيتات الزمن الجميل. كل تاريخ الاهلي جميل. النهارده هنجيب حاجات كده بقى ايه، مشكله حلوه كده، والاهلي وفرحته، الاهلي فرحه مصر، فرحه شعب. يعني انا بقالي مده ما بفرحش، ها ما فرحتش لما الاهلي كسب، حاجه غريبه. يعني حتى الناس اللي هم بيقعدوا يقولوا كلام كده على الميديا ومش عاجبني، وانا كراجل كمشجع، لا انتوا ما خدتوا 2 دوري ما كسبتوش الاهلي. انتوا كان تاريخكم كله بيقول ها احنا مش عايزين بطوله، احنا اهم حاجه عندنا الديربي، نكسب الاهلي ونعتمد عليه. ها دلوقتي الدنيا ايه اتلمت، ها بيكسبوا بطولتين وما يعرفوش يكسبوا الاهلي في 4 ماتشات. بقى يا استاذ محمد احنا ما بنردش اكيد على الحاجات دي، خلينا فينا، احنا بنرد على الملعب، هنرد بالتاريخ. يلا بينا نشوف. هنبدا بحاجه حلوه كده، كل حفل كل فرح والكبير، ولما بقول الكبير، لما بقول الكبير لازم اقول مين المسؤول. لما اكون انا مثلا مؤسسه معايا 4 أو 5، انا رئيس مجلس، فكل الاستاذ محمد صادق نروح للكبير. لما نروح للكبير ممكن نعرض في الشاشه. ايوه ايوه، هن نبدا. انا جايب صوره جميله فيها المعاني. دي تتويج ايه بقى ده؟ انا جايب الكابتن الخطيب تتويج دلوقتي، الورود الحلوه دي اتحط على رقبته، ها كرئيس مجلس اداره النادي الاهلي واعضاء مجلس اداره النادي الاهلي اللي معاه كلهم، ها نشكرهم. الورد ده ليه؟ لان الراجل ده سابر كتير عشان يفرحني. وعيد ميلاده برده كان امبارح. ما دي مفاجاه عملها بعد الصوره، بس نكمل على الصوره دي حقها. ميز. الصوره دي احنا حاطين، انا جايبه كده صوره معينه، جايبها عندي مليون صوره للكابتن خطيب، بس الصوره دي اللي جايب بيها مزينه بالورود الجميله على اللون الاصفر الحلو حضرتك لابساه، ها ان ايه، ان كابتن الخطيب ده اهداء للكابتن الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي، ها ان هم تعبوا قوي الفتره اللي فاتت، ها عشان نوصل للبطوله، هتبقى فتحه خير علينا ان شاء الله. بطوله لما بتيجي مبادئ وقيم واخلاق بتبقى غاليه قوي، اكتر من 100 بطوله ثانيه فيها شوائب وفيها شكوك وفيها حاجات كثيره، ها التاريخ فاحنا نشكر الكابتن الخطيب. حلو جدا. دي بقى اهداء للكابتن الخطيب، وكل سنه وهو طيب في عيد ميلاده. الكابتن الخطيب مواليد 28 أكتوبر 1954، وده كان يواكب، انا قعدت ادور في الارشيف بتاعي وارجع بالذكريات كتير، لقيت نفس اليوم مولد الكابتن الخطيب كان في ماتش مباراه الاهلي والزمالك، والاهلي كسب 4-0 4-1 بنفس اليوم. في نفس اليوم 4-1 في 8 أكتوبر 28 1954، يوم مولد الكابتن الخطيب، كان الاهلي بيلاعب الزمالك، وان كان الماتش كان بيتعمل بينهم كل اول الدوري، والاهلي كسب 4-1. كل سنه طيب يا كابتن الخطيب، في يوم مولدك كان الاهلي بيكسب الزمالك، وفي يوم ما كنت كابتن على النادي الاهلي في 1972 كنت بترفع كاس، كنت برضه 4، يعني كان 4-1 وبعد كده 4-2. ده ما كابتن ماهر مثلا، ده يعني شكله اتغير خالص. كابتن ماهر حمام. يا نهار ابيض. دي بقى هنخش بقى ايه، نلعب بقى في التاريخ شويه، كويس في التاريخ كده الحلو كده. احنا في سنه كام؟ 2022. ف 22 دي انا حبيتها، فقلت الله طب ما انا اجيب البطوله رقم 22 للنادي الاهلي في كاس مصر. حلو. وبعد كده عندي بطوله 22 في كاس الدوري، ما احنا لازم نفرح بقى 22 كده يعني. الكابتن ماهر همام كان البطوله، كان الاهلي بيلاعب النادي المصري في نهائي كاس مصر هنا في 1983. 1983 كان يواكب البطوله رقم 22 في كاس مصر للنادي الاهلي، ورفع الكاس الكابتن ماهر همام. وكان مين الاحرز الهدف؟ هيجي في الصور اللي جايه، الكابتن الكبير المحترم الكابتن خالد جد الله. اللي كان مشهور بالقص. كان ساعتها بقى مين بقى؟ شوف بعدين العظماء، ده جيل ذهبي. طبعا كابتن احمد مال، كابتن الجوهري، كابتن فتحي مبروك، كابتن حازم كرم، يا كابتن حسام البدري، كابتن اسامه عرابي، مصطفى عبده، جيل جميل. 83 ده طبعا احنا كنا بنقابل المصري، حظنا على طول حلو. في كابتن فتحي، فتحي مبروك هو فوق نفس الكاس، وكابتن جنبي كابتن جوهري لابس ابيض. يا نهار ابيض، ده شكله اختلف خالص. طبعا طبعا، تاريخ التاريخ لازم. الاهلي جماله وحلاوته، ها ان اي انسان مخلص في النادي الاهلي بعد 100 سنه التاريخ بيذكره باخلاصه زي كابتن فتحي مبروك. شوف الجون هنا جايب تحت الكوره، كان كابتن عادل عبد المنعم، كان اهو الاهلي يكز عمته ويفوز بكاس مصر رقم كام؟ 22. انا برضو بعيد.
عشان 22 دي تبقى سنه كبيسه على الاخرين وجميله لينا. فهنا الكابتن استاذ محمد مش ممكن. لا وعنده قدره على ربط الامور والتواريخ. هو ايه كابتن ثابت البطل رحمه الله ورفع الكاس. لا يمكن بقى شكل كابتن ثابت تتلخبط فيه، هو من زمان لحد يعني الله يرحمه وفاته وهو نفس الشكل. هو شكله كله الرجوله المتكامله. وكابتن عبد الاحد جمال الدين كان وزير الشباب والرياضه ساعتها، وكابتن اكرامي كان هو بديل كابتن ثابت البطل. وهنا رفع بيرفع الكاس في الاستاد، كان ماتش مهم جدا، والقذيفه جت مع حدود 18 رائعه من كابتن خالد جد الله كده بوش رجل اليمين. هو كان لعيب فظيع. هنا التشكيل الفرقتين اللي لعبوا كان كابتن خطيب، بص كابتن خطيب، الكابتن خالد جد الله، كابتن مصطفى عبده، كابتن مصطفى، كابتن طاهر ابو زيد، كابتن مجدي، كابتن ثابت، كابتن اسامه عرابي، كابتن ماهر امام، كابتن حسام البدري، كابتن ربيع ياسين. والناحيه الثانيه بقى الفرقه ولا اجمل الفريق المصري، كان جيل ذهبي ساعتها طبعا في الفتره ديت. الزمن ده كان كل الفرق في اعلى حالاتها واقوى حالاتها، عشان كده كانت الاهلي ما بيكسب. هنا بقى نخش بقى، دخلنا بقى المخرج بيلعبني شويه دلوقتي، هنخش على ايه البطوله. كام 22 في بطوله الدوري بقى 1-0. 1989 الاهلي البطل يهزم الزمالك في الدوري، استعيدوا. وكانت المباراه دي مين احرز الهدف؟ الكابتن الجميل الخلوق كابتن علاء ميوب. طبعا جون جميل. كان الكابتن علاء ميوب حاجه كده حلوه كده، كان كابتن علاء موهوب، حاجه كده جميله وقتها بيتقال له كده. يعني طبعا من صناع اللعب واحراز الاهداف. كان هو هنشوف اكتر من صوره ازاي الكابتن علاء ميوب رجح كفه النادي الاهلي، وكانت المباراه دي صعبه قوي. هنا بقى احتراما للنادي الاهلي وتاريخه، برضه جبت جمهور النادي الاهلي. الحمد لله الاهلي هو ايه البطل، درس للزمالك في صالحهم، لعبوا وفازوا وصلوا الدوري. هدف ميوب اسكت اصوات الزمالكيه فقصفوا بالحجاره بعد المباراه. هنا برضو بجيب على نفس الحدث من اكتر من مصدر. هنا بقى كابتن علاء ميوب فرحته بيجلوا، مين بقى جنبه هنا؟ كان كابتن لعب في المباراه دي وتعتبر الوحيده ليه مع الزمالك، الكابتن صديق جمال، ووراه الكابتن بدر رجب المدرب الجميل. معقوله كابتن صديق برضو شكله اختلف خالص؟ حد تاني طبعا. كانه شخص تاني يعني. لا شوف الفرح. يا نهار ابيض. بص هنا بقى نقول ايه؟ الاهلي بيقول لكم بصوا على قدكم، مش انا اللي بقول ده من عندي، مش زجل ده منشط، مش شجل. ده هم منشط الكوره والملاعب حاجه جميله. المنشطات زمان كانت قويه وكاتشي وبجد تحب ان انت تقرا الخبر بسبب المنشط بصراحه. الجورنان كان بيتباع بالمنشط يعني، الجمهوريه، الهرمي المسائي، الكوره والملاعب. هنا بقى بص على ما يجيبهم فرحه، يا سلام. كان برغم ان الكابتن ايمن طاهر كل الاحترام كان جول نادي الزمالك، شال كتير في المباراه ديت وقالوا عليه نجم الاهلي البطل في الدوري. خد بالك احنا هنا كسبنا الدوري العام والخاص. ايه بقى حكايه الدوري العام والخاص؟ الدوري العام احنا ناخده مباراه، والدوري الخاص اللي هم بقى كانوا زمان يعني بيقولوا عليه احنا مش مهم ناخد الدوري ولا الكاس، مهم نكسب الاهلي وخلاص. يعني على اعتبار ان اللقاء الاهلي والزمالك ده في حد ذاته دوري لوحده، دوري خاص منهم يعني. في الدوريين بعيد تاني اللي اتاخد مننا، سبحان الله البطل اللي بيقولوا عليه بطل ما كسبناش. انا كنت بعرف ان كل بطل في كل بلد هو بطل بلده وبيكسب الغريم بتاعه التقليدي. هنا بقى شوف الفرحه الجميله كابتن علاء ميوب لما نزل على الارض ورجع لورا ازاي. في حماس، في حب من الجمهور، حاجه غير. اخي الاهلي بطل، الثابت البطل يجمع المباراه، ميوب صالح الجمهور حساب. كان الجمهور تملي كان بيزور معاه. طبعا طبعا. هنا بقى طبعا السوبر 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 اللي احنا بنعيد عليها كتير، لان احنا ابطال السوبر 12 مره. يا ده احنا في كل بطوله ما شاء الله. قال لك السوبر هو الاهلي، ده المنشور. احنا في كل بطوله، البطوله الاولى. خد بالك حضرتك، ارجو المخرج بس ثواني معلش، نرجع يا جماعه بعد الصوره اللي قبل ديت ونخش. احنا حتى لو ضلنا وقت بسيط بس هنجيب كل حاجه. السوبر انا ليه بجيب عزيز الخاص ده؟ كابتن احمد بلال، وكابتن بيلتو، وكابتن هادي خشبه، والكابتن الجميل رئيس نادي الاهلي كابتن حسن حمدي. ازاي هنا بيقول لك السوبر حاجه مهمه؟ ودي بطوله كل البطولات اللي بيشترك فيها الاهلي هو النجم نمره واحد، مفيش اي بطوله اي فريق تاني عداه فيها. سوبر، دوري، كاس. السوبر هنا بقى جميل قوي. في 2007 احنا خدنا كل حاجه، وكان في بطوله بتكمل 2007 ل 2006. ازاي؟ يعني الاهلي خد سوبر افريقي، سوبر مصري، خد الدوري، خد الكاس، خد كل البطولات اللي النهارده الاخرين عايزين يجمعوا بس بطولات المحليه. لا احنا في 2007 خدنا كل بطولات، وده